Assalamu alaikum. قال صلى الله عليه وسلم برضه بيبين حقيقة الدنيا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه النبي كان بيطبطب على قلوب الناس، بيشرح حقيقة. قال ما الدنيا في الآخرة، يعني حجم الدنيا في الآخرة، إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، حط إصبعه كده في البحر فلينظر بما يرجع. الآخرة هي المحيط الكبير، والدنيا هي النقطة اللي تطلع مع أصبعك كده. أدي متح الدنيا دي كلها عبارة عن النقطة اللي طلعت من البحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض، الغنى مش أنا يكون عندي عربيات كتيرة وبيوت كتيرة، ده عند الناس عند البشر، ولكن الغنى غنى النفس، إن أكون راضي. راضي أصلا أنا لو عندي عربيتين ثلاثة بس حاسس أن أنا ربنا ما ادانيش، إذن أين المتعة؟ لكن لو كان عندي عربية واحدة أو ما عنديش أصلا، لكني وأنا ماشي كده كل ما بص على واحد أحس أن أنا أحسن منه، أحسن منه مش كبرا، أحسن منه أحس بفضل ربنا عليا، أحسن منه في النعم. عمري ما بص وأقول إيه ده، هو اشمعنى ربنا اداله أكتر مني؟ لا، أنا ربنا أكرمني أكتر، أنا ربنا سترها معايا، أنا ربنا يكفي أن هو خلاني أفكر في نعمته. عكس المفروض تبص في الدنيا، المفروض أنت ماشي في الدنيا يبقى الواحد على طول بيبص للي أعلى منه في الدين ويبقى راضي، ما يبصش للي أعلى منه في الدنيا. لذلك هذه الدنيا لازم نرتفع عنها ونعرف أن احنا أكرم عند الله من أن احنا نبقى في هذا التراب. سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. اللي بيتخانقوا على الدنيا دول، شوف الإمام الشافعي يقول من أحب الدنيا لزمته العبودية لأهلها. تحب الدنيا؟ خلاص اعبد مديرك، يعني اسمع كلامه في الخير والشر، هو مطاع، رب مطاع بالنسبة لك عشان يديك الفلوس، ما انت بتحب الدنيا بزيادة. بتحب الدنيا اعبد الفران اللي بيعمل لك العيش، لان ده اللي بيأكلك مش ربنا عز وجل. واعبد اصحابك اللي بيضحكوك ويبسطوك. من لزمته، من احب الدنيا لزمته العبودية لأهلها.